السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. قررت أعمل لكم كده فيديو سريع. أنا حاليا متواجد في هولندا، تمام، في المؤسسة الخاصة بينا The Netherlands Education Group. حبيت أعمل لكم فيديو من هناك، أكلمكم كده سريعا عن المؤسسة بتاعتنا، وكمان يعني أستعرض كده بنبذة مختصرة عن الخدمات اللي احنا بنقدمها، لأن في ناس بتشترك جديدة في القناة وما بتكونش عارفة ايه هي الخدمات اللي احنا بنوفرها. طبعا احنا بنوفر خدمات عديدة، زي طبعا كورسات اللغة الإنجليزية، كورسات اللغة الهولندية، كمان في حاجة اسمها التدريبات المهنية، والتدريبات المهنية دي بتكون هي عبارة عن ان احنا بنساعدك تاخد تدريب مهني في اي مجال انت مهتم بيه. يعني انت مهتم مثلا او مجالك الرئيسي ادارة اعمال او هندسة او اي شيء، بنساعدك تاخد تدريب فيه، وبعد كده ممكن كمان تشتغل في احد الشركات ان انت تاخد فيها تدريب. عندنا خدمات عديدة، ومؤخرا وفرنا اللي هي خدمة او فرصة دراسة ماجستير في ادارة الاعمال، تمام كده. فانا متواجد هنا حاليا في هولندا في المؤسسة الخاصة بينا. حبيت استعرض لكم المكان. طبعا هنا يعني ده الحي اللي فيه المؤسسة الخاصة بينا، فحي ممتاز جدا. طبعا هولندا، او طبعا المؤسسة بتاعتنا موجودة في امستردام، وامستردام من احسن وافضل المدن على مستوى العالم. فما شاء الله يعني شايفين الجمال، شايفين الروعة، مكان صراحة ممتاز جدا. فانت ان شاء الله لما هتيجي هيبقى ليك سكن خاص في المؤسسة بتاعتنا هنا، هتكون متواجد معنا، وهنساعدك ان شاء الله في تقديم الخدمة اللي انت حابب تنضم ليها، تمام كده. هوريكم دلوقتي بقى المؤسسة بتاعتنا من الخارج، تمام. طبعا المؤسسة بتاعتنا هي The Netherlands Education Group، وتحتها او منضمة معاها Stichting Libertas اللي هي المؤسسة الرئيسية المرخصة تحتها The Netherlands Education Group، تمام. فهنا عندنا يا جماعة اسم المؤسسة الخاصة بينا Stichting Libertas International The Netherlands Education Group، تمام. وهتلاقوا هنا رقم المكان 156 جاكوب كروسترات، تمام. ده العنوان، ده الحي اللي موجودة فيه، اهو ده الحي بشكل كامل، تمام. فأي حد عايز يزورنا طبعا ممكن يقدر يزورنا في هذا العنوان. فكده وضحت لكم كل التفاصيل بشكل كامل. طبعا المؤسسة دي احنا ما بقيناش عاملين معها شراكة، بس احنا بقينا منح من كل الألوان بتمتلك أسهم بنسبة 50% من هذه المؤسسة، تمام. فبالتالي الناس اللي حابة تشترك معنا أو تقدم من خلال مؤسستنا هتلاقوا استمارة التقديم موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، تملأوا الاستمارة وخدمة العملاء تواصل معاكم وترتب ليكم كل شيء. أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.